أعزائي الطلبة والطلبات، منهج إنجليش إن مايند 3 معكم مستر أحمد فوزي. النهاردة ميعادنا مع يونت 16 بتتكلم على happiness السعادة، وطبعا زي ما تعودنا هنبدأ بالفوكاب الكلمات المهمة الموجودة على اليونت، ونشرح مع بعضينا الجرامر ستاد القواعد، ونحل مع بعضينا exercises choose or write. يونت 16 بتتكلم على happiness اللي هي السعادة. تعال نشوف مع بعضينا كده الفوكاب: surrounded by يعني محاط بي، find out يعني اكتشف، interest in يعني اهتمام بي، interested in يعني مهتم بي، courage يعني الشجاعة، fulfilling يعني مليئة بالإنجازات، enjoyable يعني ممتعة، stress يؤكد على، series of سلسلة من، a task يعني مهمة يعني مهمة، boring experiences تجارب مملة، get into يعني ينغمر فيه أو ينهمك فيه، involve in ينغمر فيه أو ينهمك فيه أو برضو يشمل فيه، well defined معناها كده طبعا محدد جيدا، the challenging اللي هو به تحديات يعني، make a contrast يعني يعقد مقارنة بي بين، enjoyment الاستمتاع، pleasure اللي هي المتعة، constantly يعني على الدوام، do passive things يؤدي أشياء سلبية. بعد طبعا التارجت برضو فوكاب اللي معانا زي feel confident يعني يشعر بالثقة، feel fine يشعر بأنه جيدا، feel the need يشعر بالحاجة، feel sorry for يشعر بالأسى أو بالأسف اتجاه، feel lonely يشعر بالوحدة، feel stupid يشعر بالغباء، feel strange يشعر بالغرابة، feel up to يشعر بالقدرة على، feel left out يشعر بالتجاهل، feel positive about يشعر بإنجاز إيجابي، feel like يشعر برغبة في. بعد طبعا اللي هم الاكسبريشن زي ما through and through معناها طبعا تماما بالكامل تساوي completely، up and down معناها something good and sometimes bad صعودا ونزولا، on the up and up وده معناها getting better أو increasing أو improving يعني في تحسن أو ازدياد، on and on معناها باستمرار، دي معناها طبعا not stopping يعني بدون توقف، أو continuing يعني باستمرار برضو، in and out ودي معناها طبعا to be in some place and out again hospital prison يعني خش المستشفى ويطلع، خش السجن ويطلع، up and about ودي معناها يشعر بالنشاط، well enough to get out of bed معناها كده طبعا feel recovered after a period of illness يعني يشعر انه استرد عافيته بعد ايه المرض. بعض الفريزر فيربس زي ميك اب يختلق او يؤلف، ميك اب ويز يتصالح معه، لوك اب يبحث عن معلومه، لوك اب تو يعتبر او كمثل اعلى، بود اب هنا معناها طبعا ايه يبيت شخص عنده يعني، بود اب ويز يتحمل، كول اب يتصل بي، جيف اب معناها يقلع عن، بيكت اب هنا يلتقط او يوصل، بامينتو طبعا يقابل صدفة أو يصطدم بي، بريك داون يعني يتعطل، ورك أوت يبتكر أو يحل، سورت أوت هنا معناها يحل مشكلة، لوك أفتر يعتني بي، تيك أفتر معناها يشبه، لوك فورورد تو يتطلع إلى، جيت أون ويل ويز على وفاق مع، ران أواي يعني يهرب. ناخد بالنا من دول ونحفظهم كويس عشان طبعا مهمين جدا. تعال نشوف مع بعضينا كده اول حاجه الفوكاب براكتس، اول سؤال مع بعضينا كده على الفوكاب في الاندرلاين او التشوز، بيقول لي ايه؟ بيقول I was of hospital for some time. طبعا احنا خدناها لسه شرحينها طبعا اللي هي in and out، in and ايه out يعني دخل وخرج ايه من المستشفى. ف number two بيقول له I shouldn't have done that I feel really ما كانش عامل الكلام ده، فهو بيشعر بإيه بحاجة اسمها جولتي هنا اللي هو إيه الذنب. ف number three بيقول he doesn't feel
his new job. طبعا هو مش بيشعر بان هو مرتاح في وظيفته الجديدة. yes هناخد هنا up to, up ايه to. في number 4 I feel very hot and sleepy. طب هو بيشعر بايه لان هو hot و sleepy؟ يعني الشعر طبعا ان هو حران ونايم. yes طبعا هناخد ايه strange. strange هنا حاجة غريبة بالنسبة لي يعني. feel strange. في number 5 I was ill last weekend but I feel again now. طبعا هو كان تعبان وبيشعر انه كويس دلوقتي فبيقول I feel fine يعني بيشعر انه كويس. number 6 بيقول I went back to my primary school after 10 years and it felt really to be there again. يعني هو يكون في نفس المكان مرة أخرى. هنا هناخد طبعا ايه شعور غريب برضو هنا اللي هو ايه strange. yes احساس غريب. في number 7 بيقول Jane's mother died last week I feel really. طبعا مامة جين ماتت هنا فهيشعر بالسوري اللي هو ايه للأسف او الزعل يعني. في number 8 بيقول no I don't want to go out tonight I'm tired and I don't feel. هو مش حاسس بالإقدام على الخطوة دي ان هو يطلع هنا فطبعا هياخد هنا up to, up ايه to. في number 9 بيقول I have studied really hard for the exam and I feel I'm going to do well. هو عنده طبعا احساس ان هو يأدي كويس فهنا طبعا في confident. confident هنا يعني ايه ثقة. في number 10 بيقول I don't know why you feel to criticize people all the time. يعني هو دايما عنده احساس ان هو ينتقد الناس كل الوقت فانا اختنا طبعا ايه زنيد في الزنيد يعني يشعر بالحاجة يعني او عنده نقص من الاخر يعني. في number 11 I didn't make any friends in China and I felt very. طبعا هو ما عملش اصدقاء في الصين وهو طبعا بيشعر باللولي. لولي هنا يعني ايه الوحدة. في number 12 I met Pete Smith in town yesterday but I couldn't remember his name. I felt really. طبعا هنا بيشعر بحاجة زي كده ايه الغباء stupid ان هو قابل شخص وما قدرش يفتكر ايه الاسم بتاعه. في number 13 بيقول today is my 16th birthday so I felt really. ده عيد ميلاده طبعا 16 فهو فرحان فبيشعر بالهابي. هابي يعني السعادة. في number 14 بيقول I felt really this morning before I went to take my exam I was sure I'll answer it all. شعر بيه بقى بيقول لك ان هو متأكد ان هيجاوب كل الأسئلة في الامتحان فهنا طبعا شعور بالconfident اللي هي ايه الثقة. number 15 بيقول there is no need to go. مفيش حاجة ان انت about it I have said I'm sorry. يعني عايز يقول له انا خلاص انا اتأسفت فهنا نقول له ايه on and on. on and ايه on معناها طبعا ايه تزود يعني فيها يعني. في number 16 بيقول he is a bank manager now but when he was younger he was off prison all the time. يعني دلوقتي بقى اصبح مدير بنك ولما كان صغير هو كان دايما في السجن الوقت كله. in and out in and ايه out يعني ايه في الداخل وفي الخارج يعني داخل طالع يعني. في number 17 will I hear Dana's been ill for a while do you know when she will pee again. طبعا up and about up and ايه about. في number 18 will you are doing quite well business seems to be on the up and yes طبعا up and ايه هنا up يعني في زيادة. في number 19 بيقول his schoolwork is a bit up and he needs to concentrate more يعني محتاج ان هو طبعا يركز اكتر هنا فطبعا هنا up and down up and ايه down.
Number 20. It was raining heavily, and when I arrived home, I was soaked and through and through. طبعا هنا ايه through and through, through and ايه through. Number 21. Dad is very ill, but I'm sure he will be up and again soon. About. Up and about. Up and about. طب معنى ايه الكلام ده up and about؟ هنا معناه يشعر بالنشاط او استرد يعفيته. وين انا out معناها كده داخل وخارج, وon and on معناها باستمرار. يعني الحاجات دي لازم نذاكرهم كويس عشان نقدر نفهم طبعا الكلام دوت. اوكي, بعد كده هنا number 22 بيقول له all you do is talking. كل اللي انت بتعمله ان انت ايه بتتكلم. And on about your driving test, it's suffering. يعني ما روش حاجة بيتكلم عنها غير اختبار السواقة هنا, فحاجة مملة بالنسبة ايه للي بيسمعه هنا. طبعا هنا on. Okay, talking on and on. Questions about كده 23. This singer is on the, I think he will have a number one hit soon. طبعا هنا up and up. up and ايه up. نقولنا هنا up and up يعني ايه. Yes. معناها كده في تحسن او ايه ازدياد. تحسن او ايه ازدياد. Question number 24. She had a bad accident and she's been in and of hospital for almost a year. يعني حصل لها حادث وكانت عمال تروح المستشفى وتطلع على طول, يعني بتروح المستشفى كتير يعني. فهناخد هنا طبعا ايه out. يبقى in and out. Number 25. What time do you get up bed? يعني الوقت اللي انت بتقوم فيه من السرير اللي هي get out. get out. Number 26. What time do you get bed? يعني عايز يقول الوقت اللي انت بتستيقظ فيه من السرير. get to او يصل للسرير او يروح ينام يعني. يبقى get to bed. get to ايه bed. Number 27. Being with my family and friends, that's حاجة كويسة ان يبقى مع اصحابه هنا. فطبعا ده happiness. happiness يعني سعادة. في number 28. The in Egypt is warm all year round. طبعا ده الطقس في مصر. طبعا فناخد هنا ايه climate اللي هو المناخ. في number 29. I have been to a lovely beach and I have got a nice yeah. طبعا هو راح الشاطئ واخد حاجة اسمها سنتان. سنتان هنا يعني اللي هو ايه بقى حمام الشمس. في number 30. My teeth ache so I eat. هو عنده طبعا في ألم في أسنانه وطبعا بياكل bit by bit. bit by ايه bit يعني قطعة قطعة. bit by bit. number 31. It feels great when you are by your loving friends. طبعا حاجة إحساس جميل جدا لما أنت تحاط بأصدقائك هنا. طب surrounded يعني يحاط بي. number 32. My intention comes from my dad. اهتمامه طبعا للصيد جه عن طريق باباه. بابا يعني هو اللي خلاه يهتم بالحاجة دي وحبها. yes. أنا خد طبعا هنا ايه interest. interest يعني على اهتمام. Question number 33. Unhappy people waste their time in a series of pouring. دايما بيضيعوا وقتهم في سلسلة من الحاجات اللي هي ايه بقى اللي هي المملة اللي هي experiences. تجارب مملة. تجارب ايه مملة او تجارب فاشلة مش ناجحة. في number 34 is the teacher that we are going to take our test tomorrow. يعني قال ان احنا طبعا عندنا امتحان بكرة. هناخد هنا stressed. stressed يعني اكد ضغط.
number 35 بيقول I love this job because it's، وبيحب الوظيفة دي لأنها إيه؟ طبعا فيها تحديات، يبقى هي challenging. في number 36 I always have to wash the dishes after dinner. What a pouring. ده هنا زي تاسك كده يعني مهمة يعني، فهي مهمة بالنسبة له، هي يعني مزعلة أوي يعني أو مزعلها يعني. 37 بيقول you will feel positive when you get in something you like. طبعا لما أنت تدخل في حاجة كويسة طبعا أنت بتحبها، فبتشعر بالبوزيتيف، حاجة إيه إيجابية هنا. طبعا هناخد إيه هنا 37 involved هنا involved. في نمبر 38 بيقول he was never happy in his life he passed through a of sad experiences، يعني سلسلة من التجارب اللي هي السيئة هنا. طبعا ناخد serious هنا يعني سلسلة. الجزء اللي بعد كده طبعا هو ال right، بيقول لي هنا what time do you get out of bed. هل استخدم ايه هنا؟ استخدم wake. طبعا هنا انا على طول هشيل get out واحط مكانها ايه wake up. wake up يبقى what time do you wake up، عشان بس ما نكتبش ونضيع وقت اهو، هنشيل get out of bed ونحط مكانها wake up هنا، يعني wake up يعني استيقظ. في question number 2 بيقول له what time do you get to bed، يعني ايه الوقت اللي انت بتروح تنام فيه، يبقى هنشيل هنا طبعا get to bed ونحط مكانها sleep، يبقى what time do you sleep. في number 3 بيقول له Sarah's school work is improving continuously، يعني بيتحسن. طبعا هنا هنشيل طبعا كلمة improving اوكي ديت، لان كلمة improving دي بيتحسن بتساوي and up، بتساوي ايه up and up اوكي. يبقى نقول يبقى Sarah's school work is on up and up، يعني هنحط قبل هنا ايه up، هنحط حرف الجر on، نحط حرف الجر ايه on، يبقى اقول on up and up. في question number 4 بيقول لي you went in and came out of the supermarket in 5 minutes. طبعا نستخدم in and out. in and out دي اللي هي بقى رحت السوبر ماركت بقى ايه ورجعت اكتر من مرة، يعني اللي هي ايه بقى المفروض اهي اللي هي in and came out اوكي. خلي ديت هنا طبعا زي ما هي كده، بيقول له هنا ايه بقى you went in and out of the supermarket in 5 minutes، يعني رحت وجيت على السوبر ماركت في 5 دقايق يعني اكثر من مره. في question number 5 بيقول له mother likes to get up early when the house is quiet. هنستخدم up and about. طبعا هنا نشيل ايه، هنشيل طبعا get up get up ونحط مكانها up and about. up and ايه about. في number 6 بيقول له don't ask Sam about cars he'll take and talk for hours. هنستخدم on and on and ايه on. طبعا نشيل and talk ديت مرة تانية ونقول he'll talk on and on for hours، يعني هيزيد ويعيد في الموضوع. فنمبر 7 بيقول لي since my father lost his job things have been difficult. طبعا نستخدم up and down، up and down اوكي. طبعا نشيل هنا حتة difficult دي ونحط مكانها up and down اوكي. فنمبر 8 بيقول لي his interest in football is great. طبعا على استخدم interested يعني بقول he is interested in football على طول اوكي. يبقى he is interested in football يعني هو بيهتم بكرة القدم.
Number 9, I am confident that we are going to be successful. هل استخدم feel. يبقى هنا يقول له I feel confident أو sure that we are going to be successful. نحن ننجح. الجزء اللي بعد كده هو طبعا الجرامر ستادي اللي هي القواعد بتاعتنا، وهي قاعدة used to اللي هو كان متعود على حاجة كان بيعملها في الماضي، لكن دلوقتي طبعا أصبح إن هو إيه ما بيعملهاش. قاعدة used to هنا معناها كان معتادا على شيء في الماضي، بيجي بعدها infinitive فعل في المصدر used to. أوكي، لازم تيجي بعدها ايه infinitive فعل ايه في المصدر. طب احنا بنتكلم عن القاعدة دياتي، زي لما اقول my father used to smoke، يعني بابا كان معتاد ان هو يدخن when he was young، لما كان ايه صغير. دي لما تكون الجملة مثبتة. خد بالك هنا بقى لما فيها اقول my brother didn't use to smoke، او my father didn't use to ايه smoke، دي لما تكون الجملة في النيجاتيف. ولو انت هتسأل سؤال هنا هتحط كلمة استفهام where، احفظ القواعد دي. did بعد كده الفعل او subject، وبعد كده use to، وبعد كده infinitive اللي هو ايه فعل فين في المصدر. يبقى where did you use to go on holiday، ده السؤال بكلمة استفهام. لكن لما تيجي تسأل هنا بdid هل، بعد كده بيجي بعدها الفعل you، وبعد كده use to، وبعد كده الانفينيتيف اللي هو الفعل فين في المصدر. يبقى did you use to have bad dream in your childhood. يبقى القاعدة بتاعتي هنا في الجملة المثبتة used to plus infinitive، لما تكون negative تبقى didn't use من غير طبعا الدي، بعد كده يجي بعدها الفعل في المصدر. وبعد كده هنا طبعا القاعدة بتاعتي لما اسال سؤال بكلمة استفهام بتبقى question word اللي هي كلمة استفهام، بعد كده did، بعد كده الفعل اهو، بعد كده used to plus mean infinitive. ولو سأل بديد هل اهو بيجي بعدها الفعل، وبعد كده used to من غير دي، وبعد كده have اللي هو الانفينيتيف. اوكي، معناها ايه القاعدة دي؟ معناها كده بيقول لك I used to like bananas when I was a child. وهو صغير كان طبعا معتاد على انه يحب البناناس لما كان طفل، لكن دلوقتي ما بقاش ياكل البناناس. فنمبر اللي بعد كده بيقول له my parents didn't used to have much free time، يعني ما كانش بيبقى عنده اي وقت ايه فاضي. لما تيجي تسأل سؤال هنا يقول لك where did you used to live، يعني انت كنت معتاد ان انت تعيش فين. قاعدة بص بنطبقها ازاي اهو. اوكي اهو كلمة الاستفهام، بعد كده ديد، بعد كده الفعل، بعد كده يوز تو، بعد كده الانفينيتيف. اوكي، ده بالنسبة لقاعدة يوز تو. اللي بعد كده القاعدة اللي بعد كده هي بي فيرب تو بي او جيت، وبيجي بعدهم يوز تو، ولازم هنا يوز تو هنا بقى يجي بعديها ناون اسم، يجي بعدها جيرند اللي هو الفيرب بلس اي ان جي، زي لما اقول هنا بقى هي از يوزد تو ووكينج اب ار ايرلي، يبقى اقول هي يوزد تو ووكينج اب ايه ايرلي، يبقى هو كان معتاد على الصحيان بدري. هي ازنت يوزد تو بينج فيرب بلس ان جي بينج سو بوبولار. شي ازنت يوزد تو young children، young ايه children. اوكي، لازم اخد اشوف اخد بالي هنا، يا اما لما بيبقى في get او verb to be ام او اذا ار قاعدة used to لازم يجي بعدها verb plus ing. ممكن قاعدة used to هنا ديت اللي هي هنا ممكن تستخدمها في ثلاث حاجات، اللي هي يا اما present يا past يا future، زي لما اقول I am used to working in busy office، طبعا هنا ده يعتبر ايه present. I was هنا نتجيبها في الماضي، I was used to living in the country، وهو كان معتاد على العيش او الحياة فين في الكونتري الريف. لو هتجيبها في المستقبل فبتقول I will get used to working in busy office،
يس، ده بالنسبة ليه الحاجات دي. بعد كده عندنا حاجة اسمها الفريزر فيربس. What's a phrasal verb؟ هي عبارة عن إيه؟ قال لك it's a أو is a combination of a verb and prepositions. هو عبارة عن مجموعة من الأفعال وحروف الجر which often gives a meaning different. بتدي طبعا معنى مختلف، زي الكلام اللي خدناه من شوية، يعني زي take مثلا take after معناها يشبه، look after يعتني به، اللي هي إيه البروبوزيشن اللي احنا ايه خدناها. تعال نشوف مع بعضينا كده الشغل معانا على الجرامر ستادي اللي هي او الجرامر براكتس. نحل مع بعضينا كده نمبر 1. بيقول لي she works in a hospital she is used to. خد بالك انت هنا is used to، يبقى انت محتاج هنا verb plus ing. yes طبعا هنا محتاج verb plus ing، هيبقى dealing with a lot of stress. في نمبر 2 بيقول I didn't، مش انا علمتك هنا لما يكون في didn't لازم تجيب بعديها use to من غير اللي هي دي، يبقى use to اهي. يبقى I didn't use to do a lot of sport but now I run half an hour every day. في question number 3 بيقول له we staying up so late. خدت بالك من staying verb plus ing، يبقى لازم تدور على طول على verb to be plus used to أو get اللي هي دي ايه. يبقى we aren't used to staying up so late. في number 4 بيقول we used to 50 text message a day. طب دي used to لازم يجي بعدها infinitive في الفعل في المصدر، يبقى send بس يرسل اهو. في نمبر 5 I live in Rome so I driving in a big city. يبقى هنا بقى ايه بقى لازم verb to be plus used to، يبقى am used to am used to لان هي الوحيدة اللي هيجي بعدها verb ing اللي هي am او is او are used to plus ان ال verb ing gerund. في نمبر 6 بيقول لي he play a lot of football but he has given it up. يبقى هو كان معتاد على ان هو يلعب كورة كتير لكن دلوقتي بطل، يبقى used to play فعل في المصدر. في نمبر 7 بيقول له he speaks very good French he used to live in France. طبعا هنا عندك he و used to، يبقى تجيب did على طول did he used to. في نمبر 8 I do a paper round every morning so I getting up early. طبعا عندي getting up verb plus ing gerund، يبقى هنا ايه بقى am used to am used to. نمبر 9 when I was younger لما كنت صغير I speak Spanish. طبعا هنا speak infinitive اهو، لازم تجيب على طول قاعدة used to used to. في نمبر 10 بيقول I'm used to late اهو، لازم used to تجيب بعدها فعل في المصدر، يبقى stay up late. سوري ام يوزد تو، لما دام هنا فيرب ما دام هنا فيرب تو ام ويز ار لازم تدور على الفيرب اللي فيه اي ان جي او ستينج اب، ناخد بالنا من ام ويز ار. فنمبر 11 بيقول اي دونت مايند هيلبينج هيم ام يوزد تو، زيها بالظبط ام اهو، يبقى لازم ادور على فيرب بلس اي ان جي، يبقى كيرينج فور اذرز. نمبر 12 فنمبر 12 هنا بيقول لي I to eat، أنا عندي to plus infinitive، يبقى هنا أدور على used to but now I eat a lot، يبقى هنا didn't use to didn't use to، يبقى هو ما كانش يعتاد أو معتاد على إن هو ياكل خضروات كتير لكن دلوقتي بياكل كتير يعني. فنمبر 16 he always feels cold because he is used to، أنا عندي is أهي، يبقى أدور على ال verb plus ing على طول اللي هي living. في نمبر 14 we go to discuss a lot but now we are too old، يبقى هما كانوا معتادين ان هو يروح ايه discuss كتير بقى الديسكهات والحاجات دي، يبقى هنا طبعا used to used to عشان انا عندي infinitive هنا go. في نمبر 15 I'm not used to، انا عندي am و is و are اهو،
يبقى هنا used to eating so much. يبقى eating أو eating so much. Sorry I'm late, but I John on the way home. دي طبعا هو هنا خبط أو قابل صديقه بالصدفة اللي اسمها بامينتو. بامينتو number 17. I think she her father. يعني هي زي باباها بالظبط هنا يعني شبهه. هناخد هنا takes after. takes after يعني يشبه. في number 18 will I'm not sure if I can tomorrow. طبعا هو مش متأكد بقى من حاجة هنا اللي هي pick up you. pick up you يعني pick up you يعني وصلك. مش متأكد ان انا هقدر اوصلك بكرة او لا. في number 19 my dad's great I really am. يبقى هو هنا عايز يقول لك ان هو شبه بابا يعني او بيمثله بالظبط. طبعا look up to. look up to هنا يعني يشبه باباه او بابا يعني عوده على الحاجة دي. I have to look my little brother on Saturday's morning. يعني لازم يعمل ايه بقى اللي هي look after. يعني look after يعني يعتني بيه. نكمل مع بعضنا كده. number 21 بيقول لي we want to visit Cambridge could you for a week. could you for a week يبقى put us up. put us up. number 22 don't worry I have the problem. يعني عايز يقول ان هو قدر يتعرف على المشكلة وحلها. هنا يبقى هنا sorted out. sorted out معناها كده ان هو solved يعني. فنمبر 23 بيقول لي he into here at a party after not seeing her for years. يعني عايز يقول ان هو قابلها بالصدفة يبقى bumped into. فنمبر 24 I a bit of Spanish when I lived in Madrid. يعني عايز يقول لك ان هو تعلم قليل من اللغة الأسبانية هنا لما كان في مدريد. يبقى picked up. picked ايه up. في number 25 I never put up this. طبعا put up with. put up with. في number 26 I really take my father. طبعا دي خدناها عبارة عن ان هو شبه بابا بالظبط. يبقى takes after. بعد كده بيقول I think she this story it can't be true or real. طبعا هنا اللي هي ايه made up. made up هنا يعني يختلق يألف قصص يعني. الجزء اللي بعد كده هنا بيقول له right ناخد بالنا اهو بيقول له this isn't true you invented this story right. هو احنا لسه هنا كنا بنتكلم عليها في الجملة بتاعت 17 في اللي choose made up اوكي او ميك اب. هي معناها كده يختلق او يالف قصه هنا. فطبعا هنشيل هنا ايه هنشيل اللي هي invented دي ونحط مكانها هنا ميك اب. ميك اب يبقى this isn't true you make up this story right. نمبر 2 بيقول له looks like his uncle. طبعا احنا لسه برضو كنا بنتكلم عليها اللي هو الايه الفريزر اللي هنا look like بيساوي هنا equal takes after. يبقى he takes after his uncle. في number 3 بيقول like can't tolerate this heat anymore. اللي استخدم put up هشيل tolerate هنا يعني يتحمل واحط مكانها put up بيتحمل. يبقى I can't put up this heat anymore. في نمبر 4 بيقول لي I am friends again with Tom. اللي استخدم made up. استخدم ايه made up. طبعا اقول له ايه I have دي نكتبها. يبقى هنا اقول له ايه بقى هيقول I have okay made up
with توم with ايه توم يعني عايز اقول ان هو اتصاحب مع مين مع توم. بعد كده في نمبر 4 or 5 بيقول لي I respect my math teacher and I want to be like him. هل استخدم look like؟ استخدم ايه look like؟ طب ما هي برضو اللي هي بتساوي like تساوي ايه like. يبقى هقول له هنا بقى اللي هي بتساوي respect. respect يعني احترم. يبقى اقول له I look up my math teacher. اوكي يبقى I look up to my math teacher. انا بالظبط ايه يعني بحترم الماث تيتشر بتاعي and I want to be like him عايز ابقى زيه بالظبط. فنمبر 6 بيقول له ايه هنا can I stay here over the night over the night يعني الليل كله يعني. يبقى can put هقول له هنا can you me up over the night over the night ومعناه هنا معناه ان هل انت تقدر تتحملني الليلة كلها. questions اللي بعد كده هنا number 7 بيقول sorry for not phoning you هل استخدم calling. طبعا هشيل كلمة phoning واحط مكانها calling بقول sorry for not calling you. الجزء اللي بعد كده هو قاعدة used to هل استخدم I liked vegetables when I was young but now I hate them هل استخدم used to استخدم ايه used to سهلة جدا. أول حاجة هتعملها طبعا هتقول له ايه هنا I used to واقول له هنا لايك اهو I used to like vegetables when I was young واكمل لغاية الاخر. القاعدة اللي بعد كده بيقول لي we lived next to a busy road so I was able to sleep with lots of noise هل استخدم used to هل استخدم ايه used to yes. طبعا هنا في نمبر 9 هنقول له ايه بقى يبقى نقول له ايه we used to live we used to live next to next to يبقى we used to live next to ابيزي لغاية الاخر بقى ايه واكمل لغاية الاخر. فقاعدة في طبعا question number 10 بيقول she didn't like children but now she loves them هل استخدم use يقول له she didn't use to like children وكمل بقى but now she loves them but now she loves them لكن دلوقتي بقت ايه تحبهم. question number 11 بيقول did she live in a village as a young child هل استخدم used to يبقى نقول له did القاعدة بتاعتي وبعد كده بجيب she وبعد كده بجيب use to وحط live اهو وأكمل بقى in a village as a young child. في 12 بيقول I am not accustomed to walking so far هل استخدم used to أوكي استخدم used to هي المفروض دي كانت تبقى didn't used to على فكرة عشان I am not accustomed دي اللي أنا عايز أقول لك عليه إن هي accustomed to دي بتساوي قاعدة used to هما الاتنين نفس السيم accustomed to يعني كان معتاد على ودي used to معتاد على. فهو قال لك هنا استخدمها طبعا مثبتة فاعملها مثبتة يبقى تقول له هنا ايه I used to
أيه. لو انت عايز تحطها له هنا used to فتقول له am not used to walking، انفيها له يعني، نحطها له منفية، يبقى I'm not used to walking so far. 13 We live next to busy roads so I can't put up with lots of noise. I'll استخدم used to. Yes. طبعا هنقول له ايه بقى؟ We lived next to a busy road so I am used to the noise. يعني تقولها كلها هنا بقى، هتيجي عند so وتقول له ايه بقى؟ I am used to the noise. زي ايه noise؟ ايه يعني الجملة دي، ايه المختلف فيها؟ يعني ان هي بعد يوز تجي بعدها نون اسم اللي هو النويز، الضوضاء. 14 It's the first time for him to speak in public. قال استخدم he isn't used to. طبعا هنا he بعد كده نحط isn't اهو، بعد كده used to، لازم يجي بعدها هي فيرب جيراند ing، يبقى he isn't used to speaking in public. speaking speaking in a public. For number 15 it's my habit to go swimming every weekend. I start used to. طبعا لما اقول هنا it's my habit بتساوي قاعدة used to، هشيل هنا بقى ايه It's my habit to. Okay. وحط مكانها ايه بقى؟ I used to go. I used to go swimming every weekend. 16. I'm from Madrid, so I am accustomed to the heavy traffic. قال استخدم used to. طب ما انا قلت هنا accustomed to بتساوي used to، يبقى اقول له هنا بقى ايه I'm from Madrid so I am used to the heavy traffic. انا استخدمت بعد used to هنا ال heavy traffic اللي هو ايه بقى، المرور المزدحم، يبقى دي هنا noun. 17 بيقول له it rains so much here. This is strange to me. يقول لك not used، not used. يبقى تقول له it rains so much here. I'm not used to this. اه هتقول له هنا ايه؟ I'm not used to this. يعني أنا مش معتاد على ذلك. For number 18 It's difficult for me to work from 9 to 5 every day. يعني استخدم used to، استخدم used to، يبقى تقول له ايه هنا؟ I'm not used to. ايه؟ I'm not used to working. working هنا يعني يعمل، وتكمل بقى from 9 to 5 every day. في number 19 this is unusual to me، حاجة غير عادية بالنسبة لي. the shops close to early، يعني المحلات بتقفل ايه مبكرا. طبعا هتقول له this is unusual to me، وتقول له بقى I am not okay used to this. I am not used to this. I am used to this. يعني أنا ليس معتاد على أي ذلك. في question number 20 بيقول she is in the habit of getting up so early. طب احنا قلنا ان in the habit of دي
بتساوي قاعدة used to، فعشان كده بقول she's used to getting up early. اوكي، واخر حاجة هنا معانا بيقول this heat is normal to me. I've worked in hot climate for years. انا استخدم used to، استخدم used ايه to. يبقى هنا طبعا هيقول له هنا I have worked in hot climate for years، يعني انا اشتغلت في المناخ الحار لمدة سنوات. هتقول لي هنا بقى ايه I'm used to this heat، يعني انا اعتدت على ذلك، يعني حاجة معتدية على ذلك او اعتدت عليها. ده طبعا كل الكلام اللي كان موجود معانا على اليوم. اتمنى ان احنا نكون استفدنا، وان شاء الله باذن الله انتظرونا في المراجعة الريفيجن الفاينل ريفيجن بتاع السكند تيرم. Thank you. Goodbye.